إذا مشاهدي شوف تبي تحية طيبة جميع المتتبعين والمتتبعات. إذا لا زالت الوقاية المدنية كما كتشوفوا يعني موجودة الجبارة لإطفاء إخماد الحريق يعني باش ما تلقاش الله يستر شي كارثة أخرى. تواجد أمني القوات العمومية يعني أمن الوطني وقوات مساعدة كما كتعرفوا حنايا حتى الناس اللي جاوا يتفرجوا هنايا ولا كلشي يعني بعدوهم على الخطر. وكذلك كما كتعرفوا كاين حالة طوارئ دابا حظر التجول يعني كما كنشوفوا حنا باقيين في الأجواء كما كنشوفوا إجا المطافئ باقيين كما كنشوفوا هذا المنزل هذا كراج ديال البناوات شي سيركوي ديال الضوء الله أعلم تحرق باقيين رجال المطافئ. نتمنى أنه تبارطاجيو معنا كتواجدوا في طريق سيدي شوف المنزل كامل كله تحرق أخوك في المنزل كامل دابا حتى رجال الوقايه المدنيه نصحوا العائلات اللي هنا كيساكنين هنايا قالوا لهم اودي ما كاين لاش تدخلوا غادي نحاولوا هذه البوابه تاع المنزل كما كتشوفوا معنا اللي يشوفوا يعني كثرت الحريق السخانه ديال الحريق الزليج ولا الرخام هذا الرخام طردق حريق مهول يعني في هذا الباتيمون كامله اللي فيها تقريبا دوزام ايطاج. السلام الحمد لله ما كانش ضحايا الحمد لله رجال الوقايه المدنيه سيطروا على الحريق وكما كتشوفوا راهم باقيين لداخل باقيين كيطفيو هي مجهودات ديال يعني الناس العائله راه كانت دخلات دخلوا للمنزل يشوفوا يفقدوا يمكن الاوراق ديالهم ولا شي حاجه ولا قالي نور كما كتشوفوا السياره كان حتى السياره لداخل ني رجال الوقايه المدنيه نور دينا شويه الضو من هنا الله يحفظك ضربنا انفاس ليها اللي كتشوفوا هذا محل ديال الفلوات ياك مازال ما معروفاش علاش ياك سدود كراج واه شو درت حلقات الله يستر كاملة الحمد لله ما كانش ضحايا
نطلع نشوف المود. ها نيشان صباح هذا حريق في الطريق ديال مدرسة تكوين المعلمين وطريق دول فوالي كتدي لازاري. المهم هذا حدا بالعرب الدار ديال الثانويه ديال سيدي ادريس الطريق ديال دوبلفا هذاك الدار ديال الثانويه تاع سيدي ادريس هذه الطريق اللي كتدي لازاري الناس اللي ولاد وجده اللي كيعرفوا وجده تحياتي عالم صافا بخير هانيا مزيان صحة بخير كماما شي غادي دير صافا بخير ساكن مشات لهم كاع صعيبة يا صافا إذن تحية رجال الأمن الوطني تحية كبيرة تحية السي بقالي السي بقالي نائب ولي الأمن تحية جميع العناصر الأمنية متواجدة هنايا اللي كانت يعني لولا التدخل ديالهم لو كان هنا تشوف الناس بزاف الحمد لله الدعوة خاوية كما كتشوفوا كان غير العناصر الأمنية ولا بريس حنا على التحقنا في التالي كما كنقولوا حنايا لأن ما يمكنش غادي نريسكيو ولا غادي يريسكيو هما بالحياة ديالنا نصحونا باش أنه حتى يطفيو النار الحمد لله كي طفات النار بدينا التصوير كما كتشوفوا يعني المنزل كامل تحرق شوف المنزل كله شاحن اس ديال القائمه المدنيه